خبر اليوم نقدمه لكم من قناة شوف تي في. أهلا بكم. بعد أن أعلن المدرب الفرنسي هيرفي رونار عن اللائحة الأولية التي سيخوض بها منافسات كأس إفريقيا للأمم المقامة بالغابون شهر يناير المقبل، والتي أبعد فيها الدولي المغربي حكيم زياش بحجة أنه لا يقبل بكرسي الاحتياط، حيث فضل الاعتماد على كل من اللاعب يونس بلهندا ومبارك بوصوفة اللذان يشغلان نفس المركز. لم يتفهم عشاق محبي المنتخب المغربي هذا الاختيار بكون أن لاعب نادي أجاكس أمستردام قدم مستوى متميز رفقة الأسود خلال المباريات المنصرمة. لنستمع لتصريحات المواطنين. تبارك الله، عنده موهبة وعنده بزاف الحوايج. زياد هو طبيعة الحال هو خشوي يحضر في المنتخب طبيعة الحال. لا، بالنسبة لي متفق مع رونار حيت ما عيطش على زياش، حيت هو لاعب ماشي ديسيبليني. إلا كنت غتجيب لاعب نو ديسيبليني ليكيب ديالك راه غادي يرونيك الكروب، فهمتي؟ لأن أنت غتمشي لواحد الكومبيتيسيون اللي هي كبيرة، واللي كاع الجمهور المغربي كيتسنى منه واحد النتيجة اللي تكون كبيرة. لا دا لاعب بحال زياش اللي هو ماشي ديسيبليني، ما كيبغيش يريح في بونتوش، ما كيبغيش فهمتي يعني غادي يلون ليه. لا غادي هو يبان ما عندوش الشخصيه داك المدرب بعدا اصلا قدام الدراري اللي عنده الاخرين، دونك صافي ما بقى هو ما تبقاش عنده كلمه. اختيار صائب، التشكيله مزيان ولكن ما عندهمش الوسط، ما عندوش اللي يلعب الوسط. انا كيبان لي الراقي لاعب مزيان ومقاتل ويقدر يدير شي حاجه في وسط الميدان. هي التشكيله مزيانه ولكن خاصهم وسط الميدان يكون مزيان بحال الراقي وزياش، خاص اللي يلعبهم فهمتي، حيتاش الماتش الاخر ضد كوت ديفوار ما لعبوا والو. وعن ثقتهم تجاه الناخب الوطني استنكر المغاربة اختيارة المدرب رونار، حيث حسبهم فإن المنتخب المغربي لن يتمكن من تحقيق نتائج إيجابية وتأهله إلى الأدوار المتقدمة من منافسات الكان. لنتابع. المدرب ما قدرش تناقش معاه في التشكيلة ديالو، هو المسؤول الأول والأخير على التشكيلة. دونك بالنسبة لي إلا كيبان لي على أن زياش راه ما يقدرش يدير لافير في لافريك، دونك راه هو اللي عنده هو اللي عنده القرار الأول والأخير. دونك بالنسبه لي انا كنشوف على انه الاختيارات ديالو واحد 90% راه صائبه. دونك الا كان مشكل في اللعاب ولا جوج لعابه ما تنظنش واش يقدروا يديروا الفارق للمنتخب، حيت المنتخب فريق كبير ومنتخب يعني هي مجموعه ديال اللاعبين 23 لاعب ولا 24 لاعب، الا فيهم واحد ما كاينش دونك راه واحد النسبه ديال 5% هذيك ما تنظنش واش تقدر تاثر على النتيجه ولا على الريزلت ديال المنتخب. خلال عندنا اصلا في التنافسيه ديال اللعابه عندنا هنا في البطوله اصلا ما كاينش، خاصها تكون عندنا بطوله قويه باش اننا نجيو لعاب اللي غادي نمشيو بينا بعيد. ما باش انا نعيطوا لواحد في هولندا ولا فرنسا ولا يعني غادي ما غنوصلوش بكل صراحه. هذيك التشكيله قلت انا مازال غيعاودي يعزل لاعبين اخرين وعاودي يعطي مزال. ودوك يعني انا قلت انا ما غيدير والو بالتشكيله هذه، معود كيلعبها برا دوك الناس، ما عزلتش شي لاعبين من ديال الشامبيونه ديالنا وداك الشيء ديالنا. الباليماريز ديال ليكيب ناسيونال ضعيف، واللعابه اللي عندنا دابا اون سون با كومبيتيتيف ديال هاد، لان بزاف الاجواء خاصهم وحتى لي كونديسيون فيزيك والعامل بزاف الحوايج كنشوفهم ما قدروش. شي حاجه جد مستبعده الا قدرنا كاع نفوتوا غير الدور الاول راه ديجا 60 بيرفورمانس بالنسبه لينا حنايا يعني. اما بالنسبه للرياضه بصفه عامه في المغرب بصراحه يرتلى. المهم كاين مشكل في التشكيله، ماشي تشكيله مزيانه، واخا ما عرفتش العناصر ديالها. الشغيم دوك الماتشات اللي دازو كل مره كيتخبط، كل ماتش يدير لعابه، كل ماتش يبدل الفرقه. الحل هو يختار وحدين ويخليهم مستقرين، فهمتي ولا لا؟ ويدير معاهم تكوين، مثلا يجيبهم 3 شهور 4 شهور قبل الماتش ولا 5 ولا 6 شهور يخدم معاهم. خبر اليوم انتهى، شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء.